انا قلت هذه جا شي عام هذه في دبي عاوتاني واحد اللايف باقي عاقل هو اللي ما اللي كيخليك ما تدوج للنيكست ليفل ماشي المعلومات اللي ما عرفش بل كيفاش تختار اللي يخدم لك في الكورسانتر هو واش تظن يمكن يحصل تغيير في السي او دي في المستقبل او سيكون تحسن في المبيعات على الناس بزاف اللي كيسولوني على البدايه شوف البدايه ما خصكش تبدا لانه انت شفتي فلان وعلان دار الفلوس خصك تبدا لانك انت قال لي اخويا بغيت نولي انا اونتربرونور قلت ليه تري باش كدير في حياتك قال لي انا موظف قلت ليه فين قال لي في لابون قلت ليه انت كتخرج شوف الناس اللي كيسولوا على كيفاش نديفلوبي راسي والناس اللي كيسولوا كيفاش نطور من راسي شوف نقول لكم واحد نصيحه ماشي نصيحه قريتها فشي بلاصه ولا سمع بها ولا قالوها ليا نقول لكم نصيحه اللي انا دزت منها لا بليبار داكشي اللي كنبارطاجي معكم لا بليبار داكشي اللي كنوصل لكم هي اشياء من واحد الاكسبيريونس ديالي وداكشي اللي راكمت خلال 12 عام ولا 13 عام في الدومين باش تنجح اي مجال خص تاخذ بعين الاعتبار اول نقطه هو انك تكون عندك رغبه كبيره انك تنجح انا نقول لكم واحد القضيه وغتضحكوا عليا كان المرحوم الله يرحمه ابراهيم الفاقي كنت كنتصنت ليه فتره ديال المراهقه ديالي في الليسي وملي شديت الباك كيقول خصك تتصرف تعيش الدور اللي انت باغي توصل ليه نهار توصل كنت ملي في المشيه ديالي بينو وبين راسي وفي داك الحوار الداخلي بينو وبين راسي كنهضر انني واصل وانا ما في جيبي حتى درهم يعني اول حاجه خصك تامن بداكشي اللي غتوصل ليه وتحاول تعيش داك الضوء مره هذه اول نقطه وكونوا على يقين هو اكبر عدو ديالك هو راسك نقول لكم علاش لان قلت هذه شي عام هذه في دبي عاوتاني واحد اللايف باقي عاقل هو اللي ما اللي كيخليك ما تدوج للنيكست ليفل ماشي المعلومات اللي ما عرفش بل هي المعلومات اللي كتعرف ركزوا معايا الله يرضي عليكم لا بريبار ديالكم واش كيعتقد كيقول لك انا ما قدرتش ندير ما قدرتش نوصل ما قدرتش نفعل ما قدرتش نترك لان خباو عليا والسر وما عارفش وهما ما عنديش ما كنعرفش لهادي لا خويا راه اكبر مشكل منعك من انك تطور راسك هو داكشي اللي كتعتقدو انه صحيح في الداخل ديالك ملي كتقول لي راه هذه مسلمه بالنسبه لي راه ما يمكنش ولو يجي نص العالم ما غاديش يغير لك القناعه ديالك دونك باش تبدا تطور من راسك عد بدا في مرحله الشك مع الافكار ديالك في مرحله الشك مع السكيلز ديالك والمهارات اللي كتعرف لانه نعطيكم مثال وديجا عطيت نفس المثال ملي كيجي يقول خويا دحيا انا طلقت واحد الادز والاد كوبي هي هذيك البرودوي مزيان والديسكريبشن مزيان ولكن والو اخويا ما جاب الله هذا شنو خاصو يدير غير يشكك في داك الشيء اللي اعتبره صحيح اعتبر ان الاد كوبي مزيانه واعتبر ان الادس مزيان واعتبر ان البرودوي هو داك واعتبر ان الديسكريبشن مزيان واعتبر ان السطور واعر راه ملي اعتبر هاد ربعه واعرين خلاوه يفكر في حلول اللي ما كايناش بيدين قالك واو ما جبت السيلز رغم ان هادشي كامل واعر ما جبت السيلز حيت كاينه شي حاجه ما كنعرفهاش وهو هنا فين معدي على راسو هنا فين ظلم راسو وظلم مستقبله لانه كون رجع للور وقال لك اجي انا هذا البرودوي اللي اعتبرته مزيان ربما ما مزيانش اجي ونعاود نفكر فيها هاد الاد كوبي اللي كتبت ربما هي اللي فيها مشكل اجي نعاود نكتب واحده اخرى علاش فيسبوك داير لكم سبلاي تيست علاش هادو بقى انتم هاد الناس مكلخين حيت اخويا راه ما بين اد كوبي واحد جوج وثلاثه واربعه كاين نتائج هائله مختلفه دابا انت فهمتي الفكره ديالي راه الحاجه اللي ما كتخليكش تدوز النيكست ليفل داكشي اللي كتصحابك داكشي اللي كتعرفو وصحابك انه صحيح ولكن ملي كتقول هادشي انا اللي عارف راه قابل للشك قابل للخطا قابل للزوال قابل وكتبدا تشونجي فيه هنا راه ممكن اخويا ولا ممكن اختي تبدل حياتك في لمحه بصر يعني شي حوايج انت ما ظنيتيهمش كاع يعني بحال هذاك اللي في جيبو الساروت وكيقلب على الساروت ديال الباب وهي في جيبو اخويا شتي الساروت لا وانت واش شتي الساروت لا تحت المنطه تحت هذه شنو هادشي اش درت
مريم الحاجي كنجيب السلعه من تركيا وكان كنخلص الديوانه وكنبيعها بوحدي والديوانيه غاليه واش ندير شركه دابا ما نسولك دابا الا درتي شركه اختي واش غادي تنقص عليك الديوانه شي حاجه حيت الديوانه جكر وراك خلصتيها خلصتيها ملي كديري شركه واش غادي تنقصي شي حاجه هنا تسولي ترونزيت ديالك الا غتنقصي شي حاجه ديريها ما غتنقصي شي حاجه ما كاين لاش عبد الله مبشور واش كتعرف شي كوتش في هذا المجال كوتش 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 اخويا لاش غيفيدك الكوتش ولاش باغي الكوتش الا انت باغي الكوتش لانك ما قدرتيش تبدا ما قدرتيش تجيب مبيعات ما خصكش الكوتش هنا خصك العصا سي كنضحك معايا يعني الا الكوتش شكون كيقلب على الكوتش باش غير انت هو الاخوان شكون كيتقلب على الكوتش على مينطوني شكون واحد ديجا واصل واش واحد ديجا راك بالتران كيقل واحد ديجا غادي كاين السيلز كاين 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 هذا اللي كيقلب على الكوتش باش يهزو للنيكست ليفل ولكن انت ما قدرتيش دير شي حاجه فاشل ما كنهضرش على الاخ اللي كتب الكومونتير اون جينيرال انت فاشل ما عارفش دير ما في يدكش وصحابك انا المينتورشيب او المينتورين او الكوتش غيهزك راه كضحك على راسك ما يمكنش اخويا راه مستحيل انا ملي تقول لي كوتشيني باغزومبل نقول لك راه ليا زوار زوار مشيت للشلعه راه ليا هو الاول البيزنس ديالك كامل السيلز ديالك اش كدير ممكن نفيدك ولكن انت ما عندك حتى شي حاجه ما توري ليا اش غنكوتشي فيك ميسي خصو مدرب ولكن جيب واحد ما كيعرف يضرب كره ما مدرب غادي يعرف يخليه يضرب كره الكوتش هو بحال المدرب كي ينمي المهارات اللي عندك كيوظف المهارات اللي عندك احسن توظيف ماشي انت ما نطيتش مهاره وقلتي لي جيب لي بحال دابا جبتيني انا دابا وعطيتيني لزيدان زعما انا غنكون احسن من بنزيما لا بنزيما نكون احسن ما عرفتش المهم هذه عندكم غير اكزومبل يعني لو جبتيني انا ما كنعرفش نلعب كره وجبتي لي مورينيو ولا زيدان زعما انا غنولي احسن مهاجم في العالم ما يمكنش حيت ماشي هو زيدان اللي فيه مشكل راه انا اللي ما عنديش سكيلز ولكن انا كنلعب كره خصني غير اللي يوجهني اللي كوتشيني اللي يوري ليا هنا خصني ل كوتش كنضحكوا على الثاني ياك ضحكوا خويا قال لك عندي الروتور بزاف البرودوي اش كتبيع اخويا ما تسميش البرودوي سمي لي غير نيش نقول لك فين المشكل كيفاش تختار اللي يخدم لك في الكول سنتر هو ناس انا كنفضل البنات ماشي غير في الكول سنتر انا كنفضل ديما البنات في الخدمه معايا علاش كنفضل البنات اللي كيخدموا البنات كيخدموا مزيان والبنات كي عزيز عليهم يبنيو كارير ديالهم الدراري لا عزيز عليه يكون اونتربرونور عزيز عليه شي نهار يسرقك يشفرك و و و و والبنات كيخدموا مزيان والبنات كيخدموا بنيتهم والبنات باش نقول لك كيحترموا الخدمه العكس ديال الدراري الا من رحم ربي انا من الاكسبيريونس ديالي وكنثق بزاف في البنات والخدمه والبنت ملي كتعطي لها خدمه غديرها وملي كطيح في لامير ملي كطيح في مشكل كتقلب عليها الحلول الدراري يطيح في لامير يقول لك خويا عادي ما بغاش تخدم الله يرحم لك والدين ويحفظ لك وليدك والله الا انا حنا انا بدا كنهضر على راسي والله الا كنشكر جزيل الشكر الناس اللي كيدعوا معايا يوميا راه ما كنجاوب كلشي بطبيعه الحال كنقرا اللي قدرت عليه ولكن والله الا زعما جو سوي فيه انا عندي ناس كيبغوني بحالكم وكيدعوا معايا وانتم فوق راسي واش تظن يمكن يحصل تغيير في السي او دي في المستقبل او سيكون تحسن في المبيعات علاش اخويا ميداز ها زعما كتقول انه دابا ما كاينش مبيعات في السي او دي اخويا راك غلط زعما الا كتظن انه ما كاينش سيلز في السي او دي راك غلط لان انا الارقام اللي كنشوف والارقام اللي سواء عندي سواء عند الدراري صحابي سواء الناس المقربين عندنا راه اخويا ارقام خياليه وفي في الماركت هو ما بقاتش داكشي بقات شكون اللي بغى يخدم لا بليبار ديالكم بغى الفلوس ما بغاوش يخدموا قال لك واحد هاد الهضره اكدها اوباما البدايات بزاف الاسئله ما كنبقاش كلشي حيت بزاف اسمح لي واخا
خارج كيجيب لي شي قاعده. الناس بزاف اللي كيسولوني على البدايه. شوف البدايه ما خصكش تبدا، ما خصكش تبدا لانه انت شفتي فلان وعلان دار الفلوس. خصك تبدا لانك انت باغي دير شي حاجه في حياتك، يعني لازم دافع، لازم يكون عندك دافع اللي خلاك تبدا. ثاني حاجه هو انه ما كيهمش كيفاش بديتي، اهم شيء هو تبدا. ديما كنقول هاد الهضره، خصك الاخوان والاخوات تبدا. ملي كتبدا غيوقعوا لك مشاكل، خصك تحل دوك المشاكل. لا بريبار ديالكم اش بغا، سواء شرا فورماسيون، سواء تفرش فيديو غراتويت، سواء مشى ايفنت، سواء شنو هو الدفع اش بغا في دماغه؟ بغا يمشي يتفرج تايعيه وياخذ الفورماسيون ويمشي للدار ويحل اللابتوب تاخذ لانك تنتن هنا من لهي وكيسمع ام كلثوم وفلوس داخله. الا كتظن هادشي خويا والله الا كتضيع وقتك. واتحدى اي واحد كيفما بغى يكون يقول لي راه نجحت. الناس كاملين اللي ناجحين واللي واصلين راه بدا وطاح، وملي وقف طاح، وملي وقف طاح، وهنا كيتعلم. الاكسبيريونس راه ما كتعلمهاش بالنجاح، الاكسبيريونس كتراكمها في الفشل. الناس كامل اللي كيراكموا تجربة معينة في اي مجال راكموها بالفشل، لان الفشل عنده واقع ديال الطيحة، عنده صدمة، عنده بكاء، كاين تما مشاعر مختلطة. هاد المشاعر السلبية، ماشي السلبية، هاد المشاعر الخايبة هي اللي كتخليك تنوض. وملي كتوصل هنا فوق ديما كيكون عندك واحد مقارنة بين هنا وهنا، ولكن انت ما عمرك تحطي وانت في الفوق، راه ما يمكنش كاع تكون في الفوق اصلا. واخا تكون في الفوق بالصدفه راه اتحادك غتكون خايبه. دونك انا كنقول خصك تبدا وتطيح في المشاكل، وانت غتولي واعر وزوين وبوغوس والى اخره الى قدرتي انت من ديك الطيحات تطلع لنجاح. كما كيقولوا النجاح كيتولد من الرحم ديال المعاناه. باش نصغروها هي انك انت ملي باغ اكزومبل بديتي في كاشين ديليفري عندك 90% ردو، لا بليبار اش كيدير؟ سد فاشل. وتي اللي خا 10% وبقى فيها وصل 90% او طلع على 60%، هذا هو اللي كيبقى في المارشي. يمشيو الفلوس، يجيو الفلوس، تطيح تخسر، هذا هو ماشي هو المهم. المهم واش استمرتي بعد هذا الشيء كامل. اللي بغى يبدا فيكم وغير مستعد للطيحات، والله العا يمشي يقلب على وظيفه. للامانه اللي ما بغاش فيكم يطيح واللي ما بغاش فيكم يفشل، بغى يوصل النجاح بدون فشل، والله لا غير اخويا ولا يوليك موظف وما تضيع السنوات ديالك في هذا الشيء اللي كنديرو. لان الناس كامل اللي كنعرف خصوصا في ولاد الدومين، بلال الضيفة سولو راه الاتحاد اللي طاح الاخ بلال راه ما طاحهم حتى شي واحد، ولكن شكون فيكم بغى يطيح دوك الاتحاد؟ ملي كتشوفوا دابا اكس ايغريك زيد مسافر هو هنا راه ما شفتوش شحال كيطيح، ما شفتوش شحال بكى، ما شفتوش شحال سهر، وشفتوه ها هو في المالديف هو هنا. دونك الاخوان اللي بغى يبدا ما يسولنيش كيفاش، ما عنديش انا نقطه انطلاق. ما كنلعبوش السباق باش نقول لك ها هو لا لين ديال الانطلاق سيوك فين، ندير لكم ديك 1 2 3، ما كايناش اخويا، كاينه فقط بدا من حيث انت. نتوما صحابكم ان الانطلاقه عندها مركز واحد، غلط. الانطلاقه عندها اكثر من مركز. السباقات ديال الحلبه تما فين كاين انطلاقه واحده، كيقول لكم سيروا ديك الصف ندير لكم 1 2 3 وجري. الانطلاقه هي في البلاصه اللي فيها انت حاليا، كل واحد البلاصه فين لا بوزيشن اللي كاين فيه، تما هو الانطلاقه ديالك اخويا، بدا فيها وتوكل على الله. ولكن انت ما بديتيش تبدا، انت ما بديتيش تفشل، انت ما بديتيش تحدى، انت ما بديتيش تبكي، ما بديتيش تسهر، ما بديتيش هادشي كامل ما بديتيش. شنو هو الفرق بينك وبين واحد اخر اللي ولا انسان عادي موظف باقي في بلاصتو؟ اتذكر ذات مره في واحد الايفنت جاني واحد السيد، اختي حنان صافا، جاني واحد السيد وقال لي انا موظف في لابونك. قلت ليه مزيان،
قال لي يا خويا بغيت ندير الفلوس وبغيت نبني راسي نكون انتربرونور واو. قلت لي تي تري بيان. قال لي بالمناسبه راه بقى دقيقه و52 ثانيه اللايف وغيسالي غنبدا واحد اخر ما تمشيوش بعيد. هو قال لي اخويا بغيت نولي انا انتربرونور. قلت لي تري باش كدير في حياتك؟ قال لي انا موظف. قلت لي فين؟ قال لي في لابونك. قلت لي انت كتخرج من لابونك؟ قال لي كنخرج مع هذيك الخمسه سته. قلت ليه الزملاء ديالك حتى هما امتى كيخرجوا؟ قال لي كنخرجوا اونصومبل. قلت ليه اش كديروا من بعد؟ قال لي كنمشيو كنتقهوا مره كنلعبوا كره وكنمشي للدار. قلت ليه انت بغيت تولي احسن من الزملاء ديالك في المهنه وبغيت دير الفلوس وبيتي وبيتي. قال لي ايه. قلت ليه انت ما كدير حتى شي حاجه ما كيديروهاش، انت ما كدير حتى شي قيمه مضافه عليهم داكشي اللي كيديروا اللي كدير، كيفاش بغيتي يجيك هاد الفلوس؟ قال لي شنو خاصني ندير؟ قلت ليه قلت ليه انت ما كتزيدش ساعات عمل عليهم، ما كتدمرش، باقي كتستمتع بوقتك كما كيستمتعوا به، ما كتضحيش. النجاح عنده ضحيه، الا هما مشاو يتقهوا مشاو يلعبوا كره مشاو يدوروا مشاو للبحر مشاو لا تخص تجلس في الدار تهز هذا المشقوف وخدم، بعد عام ولا عامين غتولي احسن منهم. ولكن انت كدير داكشي اللي كيديروا والروتين ديالك هو الروتين ديالهم وبيتي النتيجه تكون احسن من ديالهم، راه ما يمكنش اخويا. انا ما عرفت كيفاش هاد القضيه كتفكروا فيها. بقات 30 ثانيه غيسالي اللايف وغنبداو واحد اخر، باقي ما سخيتش بكم. قال لك واحد كنت ملتزم وفاش دخلوني الفلوس دخلني الغرور ومشى الالتزام. هاد السؤال هو باش غادي نبدا في اللايف الثاني اللي غيجي بعد ما يسالي هذا، ومهمه هاد النقطه الاخوان. والله الا اخويا كنشكرك، سميتو مشات سعيد بالهادي خويا. والله الا والله الا هادي باش بغيت نبدا عاوتاني. راني معكم.